السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، دي ديت المكان ده كوبري معمول على مواسير، والمكان ده فيه قراميط بتطلع من قبل الماسورة فتطلع تلاقي العفش فوق دماغها، فبتطلع بتاخد نفسها من الزاوية دي وتنزل تاني. احنا هنرمي اهوت ونجرب، والرزق ده بتاع ربنا اهو يا رجالة. تطلع تاخد نفسها من الزاوية ده لان العفش ده كاتمها اللي فوق الماسورة ده، فبيطلعوا من الزاوية دي ياخد نفسهم ويرجعوا تاني الماسورة تاني. احنا رامين اهو الكمازة اهو، وربنا يرزقنا بإذن الله. انا نازل لها بطعم يا جماعة، بطعم دول الارض. انا شفت المكان ده بالصدفة فقلت اجربه كده يمكن ربنا يكرمه. القرموط بيطلع ياخد نفسه من الزاوية يا جماعة، الزاوية ده بالذات الحتة الفاضية ده اللي هي خالية ده، لأن العفش ده كتمه وبينزل تاني. أجرب كده يمكن ربنا يكرمنا. أول حتة معانا يا رجالة، إيه ده جميلة، بسم الله ما شاء الله، حتة جميلة صعبة زي ما تيجي. شوف جايبهم من الحتة، أظن شغل جنان ده. كل ده عفش اهو، كل ده عفش اهو، وجابوا من الزاوية هناك دي. نرفع بقى زي ما تيجي وسهل يا رب اهو. رجال تابعونا يا شباب.